الفحوصات بعد ما تاخذ العينه من المريض يجب انه مباشره تدخل الفحص، يعني ما تتاخر. ليش؟ لان بعض الفحوصات انه صعب تتاخر عمليه فحص للعينه، يعني لازم مباشره. مثلا سحاب الدم لابد ما يدخل مباشره للجهاز حتى تفحصه، ممنوع التاخير ابدا، ممنوع التأخير حتى تكون نتيجة دقيقة. يعني ما تقدر ورا ساعة تشتغلها، ولا تقدر يعني إن تتركها أكثر. مثل البلاد غازز، غازات الدم. زين، أكو عينات أخرى أو فحوصات أخرى إنه يجب تفصل الدم بسرعة، مثل عندك فحص السكري، وهذا سؤال أنا البارحة نشرته. عينة دم سحبتها سواء مثلا على بلين تيوب او جلا تيوب، ومثلا عفتها ورا 3 ساعات 4 يلا فصلت العينة، هنا النتيجة راح تطلع مو حقيقية، مو الواقعية. والسبب لان هنا راح يتم تحلل الجلوكوز، ليش راح يتم استهلاكه، وبالتالي هذه طبعا راح تعطيك نتيجة مو واقعية. بالاضافه الى ذلك، دم فصلته على التيوب التراي صوديوم سيترايت وعفته ورا 6 ساعات يلا فحصته، يعني اشتغلت بعوامل التخثر بي تي والاي بي تي تي، ذن الفحوصات ايضا راح تكون نتيجتهن غير حقيقيه. لازم ما يتجاوز لك 3 ساعات بحراره الغرفه 25 درجه. فهذه بعض الأمور يجب أنه واحد يراعي الانتباه إلها. إن شاء الله فيديو آخر أيضا ننزل بعض الفحوصات اللي تتطلب سرعة وعدم تأخير بالعمل مالتها. تحيات أستاذ علي.